أقسم بالله العلي العظيم والذي خلق هذه الظلمة بقدرته العظيمة، إني رأيت نور. والله العظيم يا أخواني رأيت نور. أوكي ما يخالف عمر وأبو بكر على رأسنا، ما يخالف خلاص، لكن أنا الآن واصل للإمام السابع اللي لقبه اللي كان في السجون الكاظم، أعتقد كاظم عليه السلام، اسم على اسم النبي موسى، موسى بن جعفر الصادق. أنا قاعد أقرأ، أقسم بالله قاعد أشوف نور يا جماعة، والله العظيم شخصيات عظيمة. ألا لعنة الله عليكم، ليش غفلتونا عن هذه الشخصيات يا أخواني؟ والله العظيم إن إحنا في ضلالة وإحنا ما ندري يا جماعة. الله يقول وبشر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أخواني هنحط التعصب شوي، أقسم بالله أنا أكلمكم عن تجربة نفسي أنا شفتها. يا يعيب طلعت أنا المعيوب يا جماعة، يا يعيب والله يا يعيب طلعت أنا المعيوب. رأيت سوآتي يا قوم، خل نشوف خل نسمع، أرجوكم يا قوم خل نسمع الجماعة شو يقولون. ليش إحنا يعني أنا كنت نفسكم ترى، والله العظيم كنت نفسكم، يعني هذا الشيخ اللي توه قبل شوي وأنا أنتظر الاتصال، طيب يا أخي قرآن قدامك يا ابن الحلال، يا أخي شلون أنت أنا تبيني أتبعك يلي تكال، شلون قرآن قاعد يقول والله العظيم يعني كأنه يقول لي واحد زائد واحد يساوي اثنين وهذاك يقول له لا يساوي أربعة، يا أخي شلون؟ أقسم بالله إن في شيء مظلم وسواد على عيننا، وأقسم أن أهم الناس هذه هي اللي سودت عيوننا. يا جماعة خلنا نستمع القول، خلنا نستمع القول أرجوكم، خلنا نستمع القول، لأن أنا متأكد أنكم راح تشوفون اللي أنا شفته. أورد أكرر يا بعيب صرت أنا المعيوب، يعني دين هذا جنة، أنا إذا أبي أعرف طريق الجنة أي أقعد قبال واحد أقتل أسفل، أراجع القرآن ألقى القتلة وسفاكين الدماء منسوبة لفرعون ونمرود وهذا، وألقى عدم القتل والطيبة منسوبة لأهل. يا جماعة والله العظيم إحنا في ضلالة، السالفة مو سالفة إيراني وعراقي ومدري جنسيات مختلفة وهذا، هذا الشيء ما لقيته بالقرآن ولا لقيته عند هذيل الأئمة اللي للأسف الشديد 50 سنة وأنا مغمض عيني عنهم. خل نستمع القول يا جماعة، خل نستمع القول نتبع أحسنه يا أخي، نشغل عقولنا. والله العظيم أنا كنت مثلكم متعصب وما أقول هذا المعمم مش، لكن اللي اتضح فيه نور 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 قاعد يشق. شيخ ما أطول عليك، أشكركم بارك الله فيك شيخ، بشعتي لك أي نعم. أبشرك ما قصر، والله العظيم أقسم بالله أن أبي أدفع فلوس أبي أحط، ما حد راضي يبوني هذا. أبشرك أن تم تنظيم رحلة راح يودوني في كربلاء إن شاء الله، والآن أمامك يا شيخ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عليا ولي الله. أحسنتم سيد المتقين وإمام المتقين وخليفة رسول الله. يا جماعة والله العظيم لو تنظرون بالأمر تلقونها. أحسنتم شيخ بارك الله، لك مني نص ما يدخلني كل شهر يا شيخ، وسبه هدايتك لي إن شاء. واعترف لك يا شيخ أن أنا يا بعيب عليك وبطلع أخطائك، لكن الظاهر أن الله بغى الهداية. يا جماعة الحمد. يا أخواني خل نستمع القول بدون عصبية، أقسم بالله الآية فاتبعوا وبشر الصابرين هذه والله العظيم شوفوا تفاسيرها، خل نستمع القول يا جماعة، ما يصير أنا أستمع قول وعصب، أنا هذا كان فيني وما ودي يصير فيكم يا جماعة. بارك الله. وبشراي لك يا شيخ الشهادة الثالثة الحمد لله، وجماعة الحين من أخواني وإحنا هني بالكويت تدري منظمين رحلة راح نروح كربلاء والنجف إن شاء الله، إن شاء الله يتقبل زيارتك يا شيخ، يقبلوني الله يحفظك ويرعاك أخي العزيز بارك الله فيك. أنت طمنتني بأحد أحاديثك إن صلاتي يعني
أنا كنت أفكر أن هذه الصلوات السنين اللي فاتت، فأنت ذكرت متابعتك لي إن، وهم سألت بعد إني صلواتك لا تحتاج إلى الإعادة، لا تحتاج إلى الإعادة. بارك الله بك أخي العزيز، أشكرك. الله يتقبل زيارتك إن شاء الله، الله يتقبل إيمانك، الله يحفظك ويرعاك. ما عليك منهم هذيل الغوغائية، أقسم بالله أنهم كذبوا علينا وكذبوا وكذبوا، حتى نفسهم أصد نفسهم هم صدقوا أنفسهم ويكلمونك بهذا. وإلا أين حجتهم؟ حجتهم أنت يا دينك، أنت يا نزل، أنت يا مجو... هذه ليست بحجة، هذه حجة من لا حجة له. أحسن، شكرا يا شيخ. أشكرك أشكرك، بارك الله فيك، الله يحفظك ويرعاك. هذا الأخ العزيز المستبصر أو المقتدي بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام والمستضيء بنورهم من دولة الكويت، نهنئك أخو أيها الأخ العزيز بالإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة. إن شاء الله رزقك الله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشفاعة أمير المؤمنين عليه السلام، ودعاء الزهراء سلام الله عليها، بقبول أعمالك وبقبول إيمانك وبدخولك إن شاء الله الجنة. بارك الله فيك، فإنك ركبت السفينة وكثر الله أمثالك، وجعلك الله إن شاء الله أسوة لبقية الإخوة والأخوات من الجماعة الأمرية الذين يشاهدون في الكويت وفي الخليج وفي سائر البلدان العربي. إن شاء الله يتعلموا منك، وللمشائخ أن يأتوا بحججهم وبراهينهم وما عندهم من الرد، لكي نرى ما عندهم إن شاء الله، ولكي أنتم تلاحظوا وتشاهدوا أيها المشاهدون، وأنتم تحكموا بيننا بعقلكم وبإنصافكم، أي طريق تأخذون، أي طريق حق، طريق أهل البيت عليهم السلام أم منهج الصحابة. الاتصال من المملكة العربية السعودية، تفضلوا. ألو، تفضل، بارك الله بك.